ازاي تنزل نسخة ويندوز 10 من على موقع مايكروسوفت. اول حاجة هتخش على جوجل، هتقول له داونلود ويندوز 10، هتدوس على اول لينك هيظهر لك، تخش على موقع مايكروسوفت، هتدوس على داونلود، برنامج هينزل عندك على الجهاز، دبل كليك عليه، بعد كده هتقول له اكسبت، بعد كده هتقول له كرييت انستليشن ميديا، نيكست. لو هتنزل نسخة الايزو لنفس الكمبيوتر بتاعك هتسيب التشيك بوكس ده زي ما هو، لو هتنزل نسخة تانية لجهاز تاني هتلغي التشيك بوكس، ممكن من هنا تغير اللغة بتاعت الويندوز، ومن هنا ممكن تختار النسخة تبقى 32 بت ولا 64 بت او الاثنين مع بعض. بعد كده هتقول له نيكست، هتقول له ايزو فايل نيكست، بعد كده هيطلب منك هتسيف النسخة الايزو دي فين على الجهاز واسم النسخة هيبقى ايه، بعد كده هتقول له سيف، بعد كده يبدأ عملية الداونلود.